لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. الجمع الاستثنائي الذي عقدته الجامعة الملكية المغربية لسامبو وتايجيتسو تطرق إلى الموافقة على القانون الأساسي الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وذلك في ظل اكتمال النصاب القانوني الذي تمثل في حضور 27 نادياً فضلاً عن من شاركوا عن طريق المناظرة المرئية. الجمع العام الاستثنائي كان في نقطة واحدة وهو المصادقة على القانون الأساسي ديال الجامعة ديالنا، وتم بالإجماع. الجمع العام العادي كانت فيه 8 ديال النقاط، الأهم فيهم وهو النقطة الأولى وهي المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة كذلك على الغلاف المالي المستقبلي ديال السنة المقبلة، وكذلك المصادقة على اللجان ديال اللجنة ديال التأديبية واللجنة ديال الاستئناف. بعد ذلك تم عقد الجمع العام العادي لموسم 2019-2020 الذي ناقش تأجيل تنظيم عدة تظاهرات رياضية سواء وطنيا أو دوليا بسبب فيروس كورونا، وانتهى بالمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي. التقرير الأدبي الحمد لله جميع التظاهرات اللي كانت مبرمجة من طرف الجامعة للأسف مع هذه الجائحة اللي رغمت الجامعة أنها تحد من تنظيم هذه التظاهرات، والدليل على هذا على أنه منذ 2 مارس 2019 آخر تظاهرة نظمتها الجامعة وهي بطولة المغرب فردية في السامبو، من 2 مارس إلى يومنا هذا لم يتم تنظيم أي تظاهرة أخرى. تم تأجيلها بحال مثلا بطولة المغرب كبار، بطولة المغرب في حسب الفراق، كأس العرش الموسم 2019-2020 اللي تم تأجيله لهذه السنة. في هذه الجائحة اللي كاينة دابا حاولنا دابا أول اجتماع اللي درنا دابا من بداية العام اللي فات، وشتو الظروف بأن يعني جينا في واحد الظروف شوية قاسية شوية، ولكن الحمد لله دازت الأجواء في أحسن ما يرام، داز الجمع كما العادة في شفافية وبوضوح، وكما حضرتوا معنا نيت مباشرة الحمد لله كان كل شيء مزيان كما ولفنا العدد ديالنا في الجمع العام اللي تيدوز. يعني الحمد لله حنايا قبل ما نكونوا رياضيين حنايا أسرة. وفي اختتام الجمعين الاستثنائي والعادي تم رفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.